كما أكون مستر صفايس أكادير راب ميوزك، تدري معايا دكتور أوس من مكناس، تيجي أكرم محمدية، كنمثلو مدينة أكادير. جينا غنسمعو وزينة ديال التجربة الثانية عندي في 2011، طلعت في مع جروب دوبل إس ودابا طالع سولو. نتمنى هادشي يكون مزيان إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للدراري اللي جاو مع دراري صحابي عشراني ويكون خير إن شاء الله. ملف عدد جوج 2014. Mr. Sufais. Mr. Sufais. You are zero, took your oath. Mr. Sufais, كم متهم جريمة قتل مع سبق إصرار ترصد؟ لك يعاقب عليها القانون الجنائي في الفصل 28 19 92. شنو باش قول في منسوب إليك؟ مستر صفايس أكادير، مستر صفايس عمري 25 كنترزق من البحار، ما عنديش مع الخيانة، ما عنديش مع الغدار. قلت علاش ما نجيبش لا تعمر عليا الدار، حيت عييت من الحرام وتبدا من العار. قلت علاش ما نكملش ديني، نجيب بس الناس اللي غتواتيني، شي وحدة اللي غادي تكون قرة عيني. عمرني ضربها ويا عمرها ما تخضرني. جربات عليا الوالدة، قالت لي غادي نشوف لك مع بنت خالتي بزوفيدة، ما غادي تلقاش نحسن منها باش تعيش حياة سعيدة. هكا تزوج بيها ودارت خاطر الوالدة، شهر شهرين ثلاث شهور في وسط البحار، مراتي بوحدة كاش بطار بطار. كان خاصني نتأكد ماشي غير نشوف لا كما تنسد، داكشي علاش ما قلت لي اش قتال جاي وباقي عاقل مزيان على التاريخ. الحياة تقدر تمشي ما بين نهار وليلة، لا ما عرفناش ليها تقدر تطيع ما بين يدينا، داكشي علاش قبل ما دير تاخد وعندك لا تلوح الاخوة، اللهم الوقاية ولا الدواء. الحياة تقدر تمشي ما بين نهار وليلة، لا ما عرفناش ليها تقدر تطيع ما بين يدينا، داكشي علاش قبل ما دير تاخد وعندك لا تلوح الاخوة، اللهم الوقاية ولا الدواء.